توقيع المبرم بين مدير بنك الإسكان التشادي هشام ابن عمر ومدير الهيئة الوطنية لترقية العمل فيصل حسين حسن أبكر يهدف إلى تقديم قرض لبعض الشرائح الضعيفة وخاصة الشباب العاطل عن العمل، وهذا القرض هو عبارة عن 20 عربة تاكسي بقيمة 1.6 مليون فرنك سفا، يدفع البنك 40% والهيئة الوطنية لترقية العمل 40% والمستفيد 20%، وهذا يلزم المستفيد بفتح حساب في بنك الإسكان التشادي لضمان مستحقاته. وقد أشار مدير بنك الإسكان التشادي هشام ابن عمر الهدف من تقديم القروض للشرائح الضعيفة هو تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية. مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل ثمن جهود البنك على اهتمامه بحياة الشباب. من خلال هذه البرامج نحن نسعى دائما لخلق فرص تعاون وشراكة مع المؤسسات النظيرة أو المؤسسات التي تساعدنا في الوصول إلى الغاية أو الهدف المنشود. لذا نحن في استراتيجيتنا التي وضعناها من أجل الانفتاح الخارجي. وللتنويه فإن الشراكة بين البنك والهيئة الوطنية لترقية العمل تكون سارية المفعول خلال الأسابيع المقبلة.